أعمال تغطية سقف سوق الحميدية بدمشق وبالوثائق الضوئية النادرة. عند العودة إلى أقدم الوثائق الضوئية التي حصلت عليها منذ منتصف القرن التاسع عشر وبسنوات 1857 لسوق الحميدية من الجهة الشرقية المتاخمة للجامع الأموي وما جاورها من أسواق، فلم تكن السوق سوق الحميدية موجودة كما هو عليه اليوم، بل كان موقع امتدادها بيوت عربية دمشقية قديمة. طبعا تم إزالتها فيما بعد لتشييد السوق مكانها كما هو ظاهر بهذه الصورة الوثائقية الضوئية النادرة. ونشاهد هنا في أقصى يمين الصورة قبة مربعة باب البريد قبل إزالتها بنهاية القرن التاسع عشر، ويتاخمها قوس النصر الروماني أو قوس الظفر. ويبدو تغطية سقف بضع محلات سوق الحميدية ذو الشكل الخشبي الهرمي قبل تشييده وبنائه، وإزالة البيوت العربية الدمشقية القديمة الظاهرة بالصورة حتى سوق العصرونية عند مئذنة دار الحديث الأشرفية الجوانية بسوق القلعة أو العصرونية لاحقا. كما نشاهد قبة قديمة قبل إزالتها حين كانت قائمة مكان وكالة العشة حاليا، وكذلك نشاهد قبة مدرسة دار الحديث النورية والمتاخمة لسوق الإجرابات ذو السقف الخشبي الهرمي، وكذلك تبدو قبة مدفن ابن أبي عصرون قبل تهدمها وإزالتها أيضا، ووصولا إلى سوق زقاق أبي عصرون ذو السقف المقوس الخشبي والقائم على أعمدة خشبية من شجر الحور. هذه وثيقة نادرة جدا غير موجودة. ونشاهدنا في أقصى يمين الصورة سوق باب البريد بجانبه بعضا من الأعمدة الرومانية الحاملة لسقف سوق باب البريد، ومن ثم قبة مربعة باب البريد قبل إزالتها بنهاية القرن التاسع عشر، ويتاخمها قوس النصر الروماني أو قوس الظفر. ويبدو سقف مطلع بضع محلات من سوق الحميدية ذو الشكل الخشبي الهرمي قبل تشييده، كما نشاهد قبة قديمة قبل إزالتها حين كانت قائمة مكان وكالة العشة. هذه القبة لعلها قبة المدرسة المرادية بباب البريد والمشهورة والمعروفة، وهي ذات مدرستين صغرى وكبرى، والثانية ذات حجرات سفلى وعليا كانت محط الرجال الأفاضل معمورة بالعلماء، وكان بها مكتبة عظيمة يقال لها أزهر دمشق، كان يعني هي تقابل الأزهر في القاهرة كما جاء بلسان شيخنا عبد القادر بن بدران في منادمة الأطلال، وصارت اليوم وكالة العشة. وكذلك أشاهد سوق الإجرابات ذو السقف الخشبي الهرمي، وكذلك سوق زقاق أبي عصرون ذو السقف المقوس الخشبي والقائم على أعمدة خشبية من شجر الحور. أما عمليات تغطية سوق الحميدية فكانت التغطية الأولى بأسقف خشبية بعد تشييده، وقد بدأت على مرحلتين أيضا. ففي المرحلة الأولى لتغطية سوق الحميدية التي بدأت في عام 1884 للميلاد، فتم تغطية السوق بالمرحلة الأولى بألواح من الخشب المقوس على شكل ظهر السل الزلعفي من عند مدرسة دار الحديث النورية والتي شيدها نور الدين محمود زنجي والملقب بالشهيد رحمة الله عليه، ولغاية فتحة سوق العصرونية. بينما بقيت الأسواق المتاخمة لسوق الحميدية مغطاة بألواح خشبية هرمية الشكل على شكل هرمي وليست مقوسة كما هو ظاهر في هذه الصورة والملتقطة بمطلع سبعينات القرن التاسع عشر وبيد عدسة فيليكس بونفيس.
بينما بقي سوق الأروام يعني الحميدية لاحقا بقسمها الغربي والمتاخم لشارع النصر هناك، وجامع عيسى باشا الظاهر في عمق الصورة مغطى بألواح خشبية هرمية الشكل لحين تم استبداله بسقف من التوتياء والحديد أيام الوالي ناظم باشا. والملاحظ هنا أن قسما من السقف قد تم طلاؤه بالجلس الأبيض وقاية للخشب من التسوس وعوامل الطبيعة المؤثرة به، كما هي عادة أهل الشام بطلاء الخشب والشجر والجدران الخشبية، وقد تم سقفه بالخشب المقوس على طراز سقف مدخل باب الجامع الأموي الغربي بشكل مقوس. وأقول هنا فقد شملت التغطية من أمام وكالة زند الحديد ووكالة العشا ووكالة المرادي، ولعل الأخيرة هي المدرسة المرادية بباب البريد والمشهورة والمعروفة، وهي ذات مدرستين صغرى وكبرى كما جاء على لسان شيخنا عبد القادر بن بدران في منادمة الأطلال. كما شملت التغطية سوق الطحان أو سوق مردن بيك وسوق البرص وسوق الجرابات، سوق العصرونية وسوق القلعة، سوق نصري والمقابل للبنك العثماني والبنك الألماني الفلسطيني، وسوق القدسي كما هو وارد في الخريطة المرفقة. أما من الجهة الغربية فشملت التغطية سوق الأروام وسوق الصاغة وسوق القباقبية وسوق القوافين، ووصولا إلى سوق البزورية وسوق مدحت باشا في بداياته. ومرجعا إلى الصورة الفوتوغرافية الوثائقية الهامة هذه والتي التقطت في أربعينات القرن العشرين من شرفة مئذنة عيسى، فيبدو حي الحمراوي وسوق الصاغة وسوق البزورية إلى الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، ويبدو خان السفرجناني أيضا في أقصى يمين الصورة، كذلك قباب خانات دمشق والأسواق الدمشقية. نأتي الآن إلى تغطية سوق الحميدية بالكامل. جاءت المرحلة الثانية لتغطية سوق الحميدية، فقد تم تغطية قسمه الغربي بالكامل من عند سوق العصرونية وحتى باب النصر، أي باب شارع النصر حاليا عند دار المشيرية العسكرية، أي مكان القصر العدلي حاليا، وذلك في عام 1894 للميلاد. فقد تم سقفه بالخشب المقوس الجميل، وتعود حقبة هذه الصورة بحسب تحليلي الشخصي إلى عام 1905 للميلاد بداية القرن العشرين، وعندما تولى الوالي المصلح حسين ناظم باشا رحمه الله ولاية الشام، أمر باستبدال الأسقف الخشبية لهذه الأسواق الكبيرة في دمشق بأسقف من التوتياء ومساند من الحديد مشابها للسقف القديم الخشبي، والذي أخذ شكل نصف قوس يشبه ظهر السلحفات الزلحفة وقاية لها من الحريق. وهذه هنا سوق الحميدية، والصورة من مقال عن دمشق بعنوان زيارة إلى ثلاث ممالك عربية عن مجلة ناشيونال جيوغرافيك، عدد أيار في عام 1923. الصورة ملتقطة قبل هذا التاريخ طبعا، فمجلة ناشيونال جيوغرافيك موجودة بالشام أو عفوا موجودة منذ عام 1888، وأول مقالة عن دمشق كانت في عام 1913 وهي مقالة دمشق لؤلؤة الصحراء. لذلك فمن الممكن أن تكون الصورة من أرشيف قديم لدى المجلة وسوق الحميدية قبل إعادة تغطيته بالحديد والتوتياء كظهر السلحفات. ونرى هنا ورشة أعمال تركيب سقف سوق الحميدية في عام 1914 وأدوات شد الحديد وربطه ببعض كي يتم تغطيته بالتوتياء لاحقا. وهذه هنا أعمال تغطية سوق الحميدية في عام 1917 حين بوشر بتغطيته في عام 1913 أيام الوالي العربي عارف بيك المارديني، واستمرت أعمال التغطية لغاية 1920 للميلاد. وهذه سوق الحميدية بدون تغطية وقلعة دمشق الظاهرة في يمين الصورة، والصورة ملتقطة من الشرق إلى الغرب، وبالعمق نشاهد المدخل الغربي لسوق الحميدية عند شارع جمال باشا النصر حاليا. طبعا استمرت أعمال التغطية من عام 1913 لغاية 1929
قبل دخول الفرنساوي إلى أرض الشام. وهنا مدخل سوق الحميدية في عام 1916 والكشك العثماني الجميل الطراز. وشارع النصر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، ويبدو الكشك العثماني في مقدمة الشارع، وتحفه نباتات الزينة من نوع المرجان ضمن حوض على شكل الهلال العثماني. ويظهر السقف المقوس لسوق الحميدية والمصنوع من التوتية على شكل ظهر السلحفات. وقد ذكر لي أحد الأصدقاء أنه بعد حدوث إحدى العواصف الهوائية القوية في دمشق في شتاء عام 2005 طار جزء من السقف المعدني المذكور وأعادوا تركيبه مرة أخرى. ما كان مثبت منيح يمكن. ونشاهد أمام هذه الصورة مدخل سوق الحميدية سيارة مكشوفة من طراز العشرينات، وكذلك مقدمة إحدى الحافلات، حافلات ترام العاملة على خط الميدان. ثم نشاهد نسق من المحلات التجارية ذات الطراز العثماني وصولا إلى جامع السياس الظاهر في يمين الصورة ذو المئذنة القصيرة والعثمانية الطراز وقبتها الكبيرة، وقد أزيل في أواخر أربعينات القرن العشرين بغية تنظيم المنطقة، وللأسف لم يتم إعادة بنائه. وشيدوا مكانه عمارة صغيرة احتلتها فيما بعد سينما سورية، سينما هويلو. يلي عمرهم فوق 30 سنة اليوم 2007 بيعرف شو يعني هويلو. وهذا منظر عام لبداية السوق في شارع النصر في عام 1918، والتقاء جادة الدرويشية بجادة السنجقدار أمام سوق الحميدية والكشك العثماني الطراز في مقدمة الشارع قبل إزالته كليا من المنطقة. نأتي هنا إلى جادة الدرويشية ومدخل سوق الحميدية في عام 1918 إبان تنظيم المنطقة، ويبدو في أقصى يمين الصورة بوابة جامع السياس وسقاية منخفضة هي بركة سبيل ماء يلبي احتياجات سقاية الدواب وكذلك أصحاب العربات التي تجرها الخيول أي السياس. ويبدو سوق الحميدية إبان تغطية سقفه بالتوتياء، كما تبرز خلفه جدران قلعة دمشق، ونرى سارية تحمل العالم العثماني فوقها بالعالي، وكذلك يبدو سوق الخجة القديم حين كان ساترا لجدران قلعة دمشق الغربية. أزيل سوق الخجة في عام 1983 إثر تنظيم المنطقة. وهذا هنا مدخل سوق الحميدية، وتمر أمامه حافلة ترام الميدان، ونشاهد هنا من جهة اليمين جزء من عمارة جامع عيسى باشا قبل نهوضها، وكذلك نرى قسما من سقف سوق الحميدية الشهير وسوق الخجة متخفيا خلف الكشك العثماني والأسواق المجاورة لسوق الحميدية. وتظهر إحدى حافلات الترام، ترام دمشق يعني خط الميدان، متجهة من ساحة المرجى إلى حي الميدان في بداية ثلاثينات القرن العشرين. وننتقل هنا إلى مدخل سوق الحميدية عبر الزمن وشارع النصر في بداية خمسينات القرن العشرين عند الجهة الشرقية للشارع. وهنا مدخل السوق، لاحظوا اختلاف شكل السوق المدخل وشارع النصر في بداية سبعينات القرن العشرين. وهذا الشكل الحالي لمدخل سوق الحميدية وشارع النصر في عام 2020. نشاهد هذه الصورة القديمة الملتقطة من الغرب إلى الشرق. من جهة اليمين قسم من جامع عيسى باشا ذو البناء الأبلقي، وفي المنتصف مدخل سوق الحميدية في عام 1900 بعدسة المستشرق الألماني ماكس فون أوبنهايم. ويظهر رأس السوق وقد تم تغطيته بالكامل ألواح من الخشب المقوس. وأخذ المدخل شكل جملون يحمل بعض اللمسات الإغريقية اليونانية القديمة والظاهرة في الشكل الهرمي لسقف السطح الذي يعلو السوق ومدخله الجميل. حبذا لا يعاد هذا الشكل البديع لمدخل سوق الحميدية، فهو أجمل من كثير بكثير من شكله الحالي المبهدل. إذا نقول انتهت المرحلة الأخيرة من تغطية سوق الحميدية بالحديد والتوتياء.
حتى باب النصر عند رأس السوق في بداية التقائه مع شارج جمال باشا في الحقبة التركية في عام 1918، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ومجيء الحكومة الفيصلية التي غيرت اسم الشارع من شارع جمال باشا إلى شارع النصر في قلب دمشق. ويقترح أحدهم أن يصبح مدخل سوق الحميدية هكذا، ساحات ونوافير وممنوع دخول السيارات. نقول ممكن إذا هذا العمل والمقترح، ولكن بالبداية على الحكومة نقل جميع الوزارات وإداراتها المتاخمة لمدخل السوق الحميدية إلى مناطق أبعد من قلب العاصمة بالمزة فرضا أو برزي لخارج مدينة دمشق، وترك داخل المدينة للتسوق واستقبال السياح فقط، وعمل مواقف تحت الأرض تتسع لسيارات وباصات، باصات السياحية والزوار، وأكثر من 3000 موقف لازم يكون موقف مجاني. هيك بيصير الشغل، هيك بيصير مردود مادي للبلد، هيك بيصير سياحة. مو هاد إيدك وشاركني؟ فهمكم كفاية. يا سادتي الكرام، إذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، اضغطوا الآن، اضغطوا. وشكرا سلفاً.